عجباني قوي الفقره المره دي، يعني ايه انا وابني بنقعد نلعبها مع بعض على فكره طول الوقت الاسئله دي. حلو. العيب انه بنتفرج على افلام، افلام خياليه وافلام فيها ابطال خارقين وعندهم قدرات خاصه، وساعات كده نسرح بعقلنا ونروح في منطقه القدرات الخاصه والحاجات الخارقه. وهنسال بعض النهارده مجموعه من الاسئله عن ده. حلو. كان نفسك تبقى مين لو، او لو عندك حاجه من القدرات الخاصه دي او الخارقه، كان نفسك يبقى عندك ايه؟ انا ابقى سوبرمان، اطير. حلو، زيك. تحب تطير؟ ممكن حاجتين، يعني ممكن اطير واختفي. تختفي ليه؟ اختفي ليه؟ مش عارف، يعني ابقى لو متضايقه من حد اقوم عامله كده اختفي. طيب مش عاجبني اعمل كده. طب ما انت لو بتطيري اطيري. ممكن اطير وهج وسيب الدنيا كلها. لا بس انا فكره الطيران ده عندي مغريه طول عمرها. طبعا قوي. طبعا اولاني اشوف كل حاجه من فوق من حته بعيده، الحريه طبعا، يعني فكره الطيران انطلاق. بشوف العصافير والنورس وكده، بشوف ازاي بيطيروا، يعني قد ايه عندهم حريه. طبعا. وينزلوا مكان ما هم عايزين ويمشوا وقت ما هم عايزين. بس كمان عندي نفسي ازود حاجه على الاوبشن بتاع الطيران، السرعه بقى في الطيران، ان انا اوصل لمكان لمكان. شخصيه فلاش. فعارفه اسرع. مفيش متعه كده. لا انت انك تطيري وبتاع كده، انت عايز متعه. مش كده عندك، ما انت عندك التو اوبشنز. لو عايز انت خارج تتفسح، هي زلحه الاوردر. لا في لا انا مش عايز، انا عايز اقدر ارجع واروح الاماكن اللي انا عايزاها بسرعه. يعني انا عايزه التو اوبشنز، عايزه فلاش اطير بالظبط، عايزه اطير سبايدر سوبرمان اي حاجه. سوبرمان عندي حريه الطيران وعندي سرعه فلاش عشان اقدر انجز واروح اماكن عايزه اروحها بسرعه وارجع منها بسرعه. اوكي هيدي. وانتوا الطيران بس برضو؟ انا الطيران والاختفاء. وانت؟ انا الطيران. فاكرين سر طاقيه الاخفاء؟ يا كنت بحب الامتحان. فيلم رائع قوي. وبعدين لما البودره بقت خلصت شويه فبقى نصه بس. طيب.